أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن وزير الخارجية ستيفان ساجرني سيزور العاصمة المصرية القاهرة اليوم خلال جولته بالشرق الأوسط. وأوضح المصدر أن الزيارة تأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى هدنة في إسرائيل بين إسرائيل وحماس في غزة وتحرير المحتجزين. وتندرج زيارة وزير الخارجية الفرنسي في إطار جولة له في الشرق الأوسط شملت لبنان والسعودية وإسرائيل.